يا ترى ليه الصين مهتمة قوي بزيادة استثماراتها في مصر الفترة الأخيرة؟ وحجم التبادل التجاري بين القاهرة وبكين وصل لفين؟ هل ممكن خلال الفترة اللي جاية نشوف اتفاقية تبادل عملات محلية بين البلدين؟ العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين علاقات قديمة جداً وممتدة. الصين طول الوقت عينيها على فرص الاستثمار المتاحة عندنا، وحالياً ليها مشروعات ضخمة وكبيرة في أماكن متفرقة في مصر، أهمها طبعاً وجودها القوي في منطقة قناة السويس بمشروعات عملاقة هتغير خريطة الاستثمار في مصر. وفقاً للأرقام الرسمية المعلنة، العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين بتشهد تطور كبير في عدد من القطاعات الاقتصادية، سواء على صعيد الاستثمارات أو حركة التجارة وكمان التحويلات الخارجية. وكانت بداية الانطلاقة الكبرى للتعاون التجاري بين مصر والصين في شهر أكتوبر اللي فات، لما الرئيس الصيني أعلن خلال محادثات مع رئيس الوزراء المصري إن بلاده بترغب في العمل مع مصر لتعزيز التعاون في البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية وكمان الطاقة المتجددة، وطلب الشركات الصينية بزيادة حجم استثماراتها في مصر، وأبدى ترحيبه لدخول المزيد من المنتجات المصرية للسوق الصينية. بتعتبر منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري تيدا اللي بتقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من الاستثمارات الكبرى للصين في مصر، يصل حجم استثماراتها لحوالي 2 مليار دولار من خلال تواجد 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة. وفي تصريح سابق لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قال ان الحكومة بتستهدف الوصول بعدد الشركات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لألف شركة حتى عام 2030. بتستهدف تيدا الصينية الترويج لمشروعات جديدة كبيرة بيبلغ عددها 8 مشروعات باستثمارات تزيد على 5 مليار دولار تتخصص في أنشطة ومجالات استثمارية مختلفة. ونجحت المنطقة الاقتصادية خلال عامين في جذب 128 مشروع بقيمة 6 مليار دولار بتمثل الاستثمارات الصينية 40% منها. طب الأرقام بتقول إيه عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين؟ طبق الأرقام وبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل حجم التبادل التجاري بين مصر والصين ل 16.6 مليار دولار خلال 2023 مقابل 13.9 مليار دولار خلال 2022، بزيادة أكتر من 3 مليار دولار في سنة واحدة، وده رقم كبير جداً. سجلت حجم الصادرات المصرية للصين 909 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 1.9 مليون دولار خلال عام 2022، فيما بلغ حجم الواردات المصرية من الصين 12.9 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 14.8 مليون دولار خلال عام 2022. طب وبالنسبة للاستثمارات ايه اخبارها؟ على صعيد الاستثمارات ارتفعت قيمة الاستثمارات الصينية هنا في مصر الفترة الاخيرة، وسجلت حوالي 956.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023، وكانت 563.4 مليون دولار خلال العام المالي السابق ليه 2021-2022. بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الصين 208 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023 مقابل 126.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022، بزيادة 81.9 مليون دولار. وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الصين حوالي 19.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023 مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022، وبلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023 مقابل 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022. أنا أشرفت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.